اهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقه جديده من برنامجكم مؤشر النيل، نتعرف من خلالها بالرصد والتحليل على اداء سوق المال المصريه والتي ارتفعت مؤشراتها لدى اغلاق تعاملات جلسه يوم الاثنين، حيث ارتفع مؤشر البورصه الرئيسي اي جي اكس 30 بنسبه 1.3% ليبلغ مستوى 12,136 نقطه، كما زاد مؤشر الاسهم الصغيره والمتوسطه اي جي اكس 70 بنسبه 15% ليصل الى مستوى 2,283 نقطه. وشملت الارتفاعات ايضا مؤشر جي اكس 100 الاوسع نطاقا والذي زاد بنحو 23% من نهايه التعاملات عند مستوى 3,347 نقطه. وعلى صعيد القطاعات الاكثر تداولا في البورصه المصريه خلال تعاملات جلسه اليوم، جاء قطاع البنوك على راس القطاعات الاكثر نشاطا بنسبه 55.5%، وحل قطاع الاتصالات والاعلام ثانيا، حيث تمت تداولات وصلت التداولات الى نسبه 7.9%، وجاء قطاع العقارات في المركز الثالث من حيث التداولات بنسبه 7.3%. ومشاهدينا الكرام نتابع التقرير التالي حول نشاط السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، نتابع. طب لحين بس التقرير الخاص بنشاط السيد الرئيس، نتابع حلقة مؤشر النيل. هذا وقد ربح على رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقادة البورصة نحو 6.6 مليار جنيه من نهاية التعاملات عند مستوى 799.3 مليار جنيه وسط تداولات كلية بلغت نحو 3.1 مليار جنيه. وصلت البورصة المصرية ارتفاعها لدى إغلاق تعاملات اليوم الاثنين وذلك لليوم الثاني على التوالي، مدعومة بعمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية وسط تداولات مرتفعة. وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 6.3 مليار جنيه لينهي التعاملات عند مستوى 799.3 مليار جنيه وسط تعاملات كلية بلغت نحو 3.1 مليار جنيه. وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية اتش اكس 30 بنسبة 1.3% ليبلغ مستوى 12,136 نقطة، كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة اتش اكس 70 بنسبة 0.15% ليبلغ مستوى 2,283 نقطة. شملت الارتفاعات مؤشر إيجاكس 100 الأوسع نطاقاً والذي زاد بنحو 23% لينهي التعاملات عند مستوى 3,347 نقطة. يتوقع الخبراء أن تواصل السوق ارتفاعها خلال الفترة المقبلة مع استمرار سياسة سعر صرف مرن للجنيه مقابل الدولار والاتفاق مع صندوق النقد الدولي على تمويل جديد. شاهدنا بعد ان تابعنا التقرير حول اداء السوق اليوم، ينضم الينا هاتفيا الاستاذ عبد الحميد امام خبير اسواق المال. استاذ عبد الحميد تحياتنا يا فندم. مساء الخير وتحياتي لحضرتك. يعني جلسه اليوم جلسه خضراء كما توقع اغلب المحللين، يعني الاسباب وراء هذه الارتفاعات على مستوى المؤشرات الثلاثه. هو النهارده كمان مش فكره ان هي جلسه خضراء وفي اتجاه صاعد واخترقنا منطقه ال 12,100، لا كمان احجام التداولات النهارده احجام استثنائيه. السوق النهارده تخطى 3 مليار احجام تداولات، سيطر طبعا على فوق ال 50% من التنفيذات القطاع البنكي بسبب التنفيذات الكثيره اللي كانت على السهم القائد السي اي بي، فبالتالي النهارده شايفين بعض الايجابيات سواء كسر منطقه ال 12,100 من حيث الارقام او من حيث احجام التداول، ارتفاع الاحجام التداول وصلت 3 مليار. طبعا مش ده متوسط احجام تداول السوق المصري، متوسط احجام تداول السوق المصري بنتكلم من مليار لمليار ونص، لكن خلينا نقول ان فعلا زي ما التقرير بتاع حضرتك ذكر ان المرونه السعريه لسعر الصرف اثرت بشكل انتقائي على بعض القطاعات وداخل هذه القطاعات على بعض الاسهم. نتمنى ان نشوف كمان الانعكاس ده على كل القطاعات وعلى معظم الاسهم، ده يبدا يتحقق مع ارتفاع احجام التداول بشكل متوالي. طب استاذ عبد الحميد، احنا دلوقتي على اقتراب من المقاومه العنيفه 12,200 نقطه اللي كانت منذ عده شهور، يعني بكسر هذه المقاومه
يتأكد اتجاه الصاعد أم أنه تبقى عدة جلسات لتأكيد هذا الاتجاه؟ أعتقد أن موضوع كسر منطقة مقاومة هو يحتاج أكتر لمراقبة أحجام الكاش، مراقبة كمان الكاش بيروح لأي قطاع، هل هيستمر القطاع البنكي يستحوذ على الجزء الأكبر من التداولات، وهل يستمر السي أي بي مسبب لبعض المشاكل النوعية في المؤشر من حيث عدم التعبير الحقيقي عن الارتفاعات أو عدم التعبير الحقيقي عن مستوى الأرباح. يعني خلينا نقول برضو بشكل عادل ان مش كل القطاعات استفادت من التحريك السعري او المرونه السعريه للجنيه، مش كل القطاعات استفادت من احجام التداول الكبيره، فبالتالي زي ما هو نقطه ايجابيه للسوق لكن هو برضو في نفس الوقت نقطه ضعف ما بتعبرش بشكل حقيقي وشكل واقعي عن البورصه المصريه بشكل عام. فامتى نقول ان منطقه ال 12000 او منطقه المقاومات تخترق؟ اعتقد ان السوق المصري عنده فيجن ايجابي، عنده اتجاه صاعد على المدى المتوسط والمدى البعيد، لكن هيتخلل ده عمليات تصحيح. خلينا نراقب لما يحصل عمليات تصحيح، هل العمليات التصحيح دي برضه في نفس القطاعات اللي استحوذت على السيوله؟ اعتقد ان ساعتها مش هيبقى في مشكله، لكن المشكله الاكبر ان يحصل تصحيح على القطاعات وعلى الاسهم اللي ما استفادتش من السقوط في الفترات الاخيره. ده خلينا اسال حضرتك دلوقتي، السي اي بي هو اللي قاد هذه المؤشرات الى الارتفاع واستحوذ على نسبه اكبر من السيوله، في حاله اي تغيرات في السي اي بي هل ممكن الاسهم القياديه تتولى استمرار عمليه الصعود، ام ان الاسهم القياديه ليست لديها القدره على الاحتفاظ بحجم السيوله؟ لا اعتقد الاسهم القياديه الاخرى مؤهله ان هي تقود السوق، الاسهم القياديه الاخرى مؤهله ان هي تستحوذ على كمان الجزء الاكبر او يحصل توزيع انتقائي لحجم الكاش. احنا عندنا القطاعات الاسهم القياديه الاخرى بتتمركز في القطاع العقاري، بتتمركز في قطاع البتروكيماويات، بتتمركز في القطاع الصناعي، الثلاث قطاعات الثلاثه عندها نت بروفيت، عندها ماركت شير كويس قوي، عندها كمان نسب تصديريه، فبالتالي ده بينعكس على ايراداتها بينعكس على ارباحها، فبالتالي هي مؤهله ان يحصل فيها باي بوزيشن او يحصل فيها بورتفوليو استثماري على المدى القصير والمدى البعيد، فتبقى مؤهله ان هي تقود السوق وتكمل في حال ان يحصل كوركشن او في حال يحصل هدوء سعري على السي اي بي، وطبعا ده يبقى الاداء النموذجي او الاداء اللي بيتمناه كل المستثمرين سواء الافراد او المؤسسات. طيب استاذ عبد الحميد، عاده يعني احنا تعودنا وان احنا نشوف ان البورصه المصريه بتخالف حركه البورصات العالميه، يعني البورصات العالميه تتراجع البورصه المصريه بتصعد، هل معنى ذلك اذا ما عودت البورصات العالميه والبورصات الاخرى عمليات الصعود وتوقفت عمليات جني الارباح، معنى كده نتوقع يبدا يحصل نوع من جني الارباح في البورصه المصريه ام تنتقل هذه السيوله الى المؤشر ال70 وتبدا عمليات المضاربه؟ يعني خلينا نوضح نقطتين مهمين. اولا البورصه المصريه هي لا تخالف اتجاه البورصات او الاسواق العالميه والاسواق الاقليميه لسبب بسيط، هو ان الاسواق الناشئه ما بتبقاش عندها القدره لمخالفه الاتجاهات العامه في البورصات الاساسيه او البورصات الرئيسيه في العالم، لكن الوضع بتاع البورصه المصريه الحالي وضع استثنائي، احنا عندنا اجراءات نقديه كانت عنيفه، عندنا تحريك ومرونه سعريه لسعر الجنيه، عندنا الاصول بتاعت الشركات المصريه بتتداول مقاومه بالدولار باسعار زاهده. طيب جدا دي فرصه، يعني عذرا استاذ عبد الحميد المقاطعه، مشاهدينا الكرام نتابع تقرير حول نشاط السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم. السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء هشام أمة وزير التنمية المحلية، والسيد أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أركان حرب هشام سويفي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والدكتور مصطفى الوزيري أمين عام المجلس الأعلى للآثار، والدكتور الطيب عباس مساعد وزير السياحة والآثار للشؤون الأثرية، واللواء عاطف مفتاح
المشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع شهد متابعة الموقف التنفيذي لمشروع المتحف المصري الكبير وتطورات الأعمال الإنشائية، خاصة ما يتعلق بكافة المرافق والخدمات ذات الصلة. وقد وجه السيد الرئيس بتحقيق التكامل والتناغم ما بين المتحف المصري وكافة المواقع المحيطة به من خلال شبكة الطرق والمحاور المؤدية له، خاصة من مطاري القاهرة وسفينكس، وكذلك ربط المتحف بهضبة الأهرامات، بما يجعل تلك المنطقة من أهم المناطق السياحية الجاذبة في العالم، ويتواكب مع أهمية المتحف كأكبر صرح لعرض الآثار في العالم وأيقونة ثقافية للإنسانية جمعاء. كما تم عرض الجهود الجارية لترميم عدد من المناطق الأثرية والتاريخية على مستوى الجمهورية، خاصة المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية، وكذلك قصر الأمير محمد علي. كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والسيد أحمد عيسى وزير السياحة والآثار. الاجتماع تناول متابعة الاستراتيجية المستقبلية لقطاع السياحة، وقد وجه السيد الرئيس بتعزيز مسارات عمل الوزارة والتنسيق والتكامل بين مختلف الأجهزة المعنية بهدف تنشيط قطاع السياحة استثماراً لما تذخر به مصر من مقومات سياحية عالمية معززة بإرث ثقافي وحضاري فريد، وذلك بتحقيق معدلات تنفيذ ملموسة وواقعية في المشروعات الخاصة بالمجال السياحي على مستوى الدولة، فضلاً عن تحقيق الاستفادة والتكامل مع عملية التنمية وما تم من تطوير شامل ورفع كفاءة للبنية التحتية والأساسية في مختلف القطاعات على مستوى الدولة، وهو الأمر الذي يحقق قيمة مضافة كبيرة تعزز من دعم السياحة. وقد عرض السيد وزير السياحة والآثار في هذا الصدد خطط الوزارة المستقبلية بهدف تحفيز مناخ الاستثمار السياحي في جميع المقاصد السياحية على مستوى الجمهورية، إلى جانب زيادة طاقة خطوط الطيران المتاحة إلى مصر، خاصة منخفضة التكاليف، وكذا تحقيق التكامل مع جهود الدولة التنموية، فضلا عن التطوير المؤسسي والتشريعي لقطاع السياحة، بما يساعد على رفع جودة الخدمات السياحية المقدمة وتعزيز معدلات تدفق السياحة الداخلية والخارجية على مستوى الجمهورية. مشاهدينا الكرام، تابعنا تقريرا حول نشاط السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي واجتماعه مع دكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وعدد من الوزراء لمتابعه اخر الاعمال والمستجدات حول المتحف المصري الكبير والطرق المؤديه اليه واليات تنشيط حركه السياحه، وايضا متابعه التجهيزات واللوجستيات المتعلقه بالطرق والوسائل التي تجعل من هذا المتحف هو اكبر منطقه أثرية وأكبر وأشهر متحف في العالم. كما تابع السيد الرئيس مع دكتور مصطفى مدبولي وسيد وزير السياحة الهيكليات والآليات التي من شأنها رفع معدلات الأداء السياحي. نعاود التواصل مع ضيفنا الأستاذ عبد الحميد إمام خبير أسواق المال على الهاتف. أستاذ عبد الحميد، يعني عذرا على الانتظار والمقاطعة. معايا يا فندم. كنا بنتكلم يا فندم على ان في حاله ما اذا حصل تراجع المؤشر سهم السي اي بي في ادائه او حدث نوع من جني الارباح عليه، يعني دور الاسهم القياديه في قياده السوق وتوزيع السيوله على هذه الاسهم القياديه. طيب، موقف المؤشر السبعيني من حركه المضاربه اليوميه والاستحواذ ايضا على نسبه من السيوله قد يضاعف حجم السيوله او يجتزئ السيوله المتواجده في الثلاثيني، كيف ترى هذا الامر؟ خليني اقول لحضرتك ان موضوع الفرق اللي حاصل او عدم ظهور السبعيني بالشكل اللي كان
مطلوب او بشكل المعتاد واداء المستثمرين الافراد عليه هذه الايام، هو طبعا برضو بسبب التحوط او التركب اللي من جهه الافراد او الريتيل بشكل مباشر على حركه اسعار الصرف وتاثيرها طبعا على مستوى تقييمات الاسهم، وكمان تاثيرها على اعاده التفكير الاستثماري من جهه الافراد بعد التحريك الكبير لسعر الجنيه، وبالتالي التفكير في اعاده الشكل الاستثماري بشكل عام او البورتفوليو الاستثماري بشكل عام، خصوصا كمان انت عندك دلوقتي. نعم يعني عذرا مره ثانيه المقاطعه استاذ عبد الحميد امام خبير اسواق المال، بشكر حضرتك شكر جزيلا على هذه المداخله.